السلام عليكم يا دكاترة، دي أول محاضرة لينا في النيوروساينس موديول. أول محاضرة لينا هتكون عن النيرف إندينجز، وهنبدأ فيها ناخد certain types of receptors. طيب إيه الأوبجكتيفز بتاعتنا أو الانترنال ليرنينج أوتكمز في المحاضرة دي؟ فالمحاضرة دي you should or by the end of this lecture you will be able to classify the receptors according to the histological structure، يعني تعرف different types أو classification of the different types of receptors. الحاجة التانية هنعمل أو we're going to describe the structure and correlated function of Bacinian corpuscle and also the structure and correlated function of Meissner corpuscles. هنبدأ الأول بمعنى nerve endings. What is the meaning of the nerve endings؟ كلمة nerve endings معناها إيه؟ It is certain or the site of contact between the nervous tissue and the or the non-nervous tissue and the terminal end of a peripheral nerve. For example, this is the terminal end of a peripheral nerve. So the site of contact between this terminal end of this peripheral nerve and the non-nervous structures or the non-nervous tissue هي دي اللي بنقول عليها nerve endings. وبالتالي nerve endings could be classified into two types. Either receptors which are present at the end of the sensory nerve زي ما احنا شايفين كده ال sensory nerve اللي هو باللون الأزرق. The end of this sensory nerve are the receptors. تمام؟ النوع التاني من النيرف اندنجز هي بنقول عليها effectors. الايفكتورز هي دي الاندنجز او الاستراكشرز اللي بتبقى موجوده at the ending of a motor nerve fiber زي ما احنا شايفين ده cut section في السباينال كورد اللي باللون الريدش. This is the motor neuron. The end of this or the axon from this motor neuron بينتهي بنيرف terminals. فالايفكتورز it is the end of the motor fibers. طيب هيستولوجيكالي بقى احنا هنبدا بالريسبتورز، دي اول محاضره لينا هنتكلم فيها عن الريسبتورز. هيستولوجيكالي بنقسم الريسبتورز هيستولوجيكالي من الناحيه الهيستولوجيه انتو تو تايبس، ايذر ان كابسوليتد ريسبتورز او نون كابسوليتد ريسبتورز اللي اتس نوت سراوندد باي كونكتيف تيشو كبسول. يعني لما هندرس كمان شويه لو انا حواليا كونكتيف تيشو كبسول هقول على الريسبتورز دي انها كابسوليتد. اف ذير از نو كونكتيف تيشو كبسول هقول ان it is non-capsulated receptors. طيب ال non-capsulated receptors بتشمل free nerve endings، بتشمل ال pre-tracheal plexus او ال pre-tracheal nerve ending، بتشمل حاجة اسمها ال Merkel's disc. اما الانكابسوليتد او الكابسوليتد ريسبتورز هنلاقي ان الريسبتورز دي او الريسبتورز دي حوالين منها كونكتيف تيشو كبسول. بتشمل ايه؟ بتشمل سبع انواع اللي انا عامله هايلايتر عليهم، هم دول اللي انت شود نو ات باي ويل، يعني شود نو ات فيري جود، ولازم تبقى عارف الاستراكشر بتاعهم والفانكشن بتاعهم. فمنهم المايزنر كورباسلز، باسينيان كورباسلز، رافيني كورباسل، كراوزس اند بالب، ماسل سبندل، جولجي تندون اورجان اند جوينت ريسبتورز. Again the cut section في السكن showing different types of receptors. هنا مشاور لي على two types of non-capsulated receptors هي free nerve ending والميركل ديسك، وبعد كده مشاور لي على different types of receptors بس في الحقيقة لو انت خدت بالك حوالين منهم كلهم في connective tissue capsule. هنبدأ كده ناخد مع بعض واحدة واحدة. هنبدأ الأول بالnon-capsulated receptors. من ال non-capsulated receptors زي ما احنا شايفين كده it is not surrounded by connective tissue capsule، لا يوجد كبسول من ال connective tissue حوالين منها. طيب كل receptor you should know أول حاجة السايت بتاعها موجودة فين، الحاجة التانية الميكروسكوبيك structure بتاعها، الحاجة التالتة الفانكشن. هنبدأ أول حاجة بالسايت of the nerve endings. الـ free nerve endings دي بتبقى موجودة widely distributed، يعني موجودة في أماكن كثيرة in your body. أشهر example زي ما احنا شايفين this is a nerve اللي باللون الأسود، طالع منه arborizations أو طالع منه branches زي ما احنا شايفينها كده. فمن ضمن السايتس الموجود فيها الـ free nerve endings الـ epidermis of the skin اللي باللون البنفسجي ده this is the epidermis زي ما خدنا في السكن، واللي باللون الأورنج this is the dermis. فالـ free nerve endings هنلاقيها انها موجوده فين؟ موجوده في الابيدرمس اوف ذا سكين، خصوصا في بعض الاماكن بيبقى فيها فري نيرف اندنجز يعني فيري كومن او كتير.
زي مين مثلا؟ زي الفري نيرف اندنجز الموجوده في الهاندز، الموجوده في الفوت، تمام كده. طيب كمان مش بس كده، فري نيرف اندنجز في الهاند وفي الفوت او في الابيدرمس، لا دي كمان موجوده في الميوكس ممبرينز، الميوكس ممبرينز اوف ديفرنت اورجانز ان يور بودي. يعني الميوكس ممبرين اوف يور اورال كافيتي، ذا ميوكس ممبرين اوف يور جاسترو انتستينال سيستم. ولكن اكتر مكان موجوده فيه طبعا فري نيرف اندنجز هي السكين. هنبدا بعد كده ناخد فكره عن الميكروسكوبيك ستراكشر اوف ذيس فري نيرف اندنجز. هنلاقي ادي اللي باللون الاسود، ذيس از ذا this is the nerve اللي باللون الاسود. The nerve when it enters the epidermis what happen، اللي هيحصل له ايه؟ هنلاقي انه this nerve is going to lose its myelin sheath، عشان كده بنقول ان هي free nerve endings. Nerve fiber loses its myelin sheath زي ما احنا شايفين، مفيش كبسول حوالين، there is no capsule حوالين the receptors دي. And this nerve fiber will divide زي ما احنا شايفين كده، عمل division ل different branches، تمام. These branches or each branch will ends by a knob. نوب لايك اندنج اللي احنا مشاورين عليه هنا باللون الاحمر. يعني ايه نوب؟ يعني زي السويلنج او زي راوندد ستراكشر ان بتوين دي سيلز اوف ذا ايبيدرمس. طيب ده از ريجارد الميكروسكوبيك ستراكشر. طب از ريجارد الفانكشن بقى، ايه الوظيفه بتاعت هذه الفري نيرف اندنج؟ This free nerve ending very sensitive to pain. فطالما هي sensitive للبين بنقول عليها ان it is nuci receptors، تمام كده. كمان sensitive للتاتش، فبقدر اقول عليها ان it is amicano receptors. طيب the second type of non capsulated receptors اللي اسمها ايه؟ اسمها plexus of Bonnet او البري تريكيال نيرف اندنج. برضو كل مره هنتكلم على السايت. هنا السايت بتاعها زي ما احنا شايفين دي يعني specified حوالين الهير فوليكلز، موجوده حوالين الهير فوليكلز. طيب ده as regard the site بتاعها ان هي موجوده around the hair follicles. As regard the microscopic structure يعني النيرف بيحصل له ايه؟ زي ما احنا شايفين باللون الاسود، انا هنا مشاوره على النيرف اهو، this is the nerve and this nerve نفس الكلام برضو will loses its myelin sheath and Schwann cell covering and it will form a basket، هيعمل زي شبكه حوالين around the connective tissue surrounding the hair follicle، تمام. يبقى وظيفته ايه؟ هو in relation to the hair follicle، يبقى هو بي respond to the displacement of hair. اي movement للهير الريسبتورز دي is going to feel it او respond to it. النوع الثالث من النون كابسوليتد ريسبتورز، احنا زي ما احنا شايفين كل الريسبتورز اللي عماله اتكلم عنها there is no connective tissue كبسول، اسمها ايه؟ اسمها ميركلز تاكتايل ديسك. طيب الميركل تاكتايل ديسك دي موجوده فين؟ زي ما احنا شايفين في الصوره هنا مشاوره عليها، تاني this is the epidermis and this is the dermis، فدايما هنلاقيها موجوده فين؟ في الديرمس اوف ذا سكين، في اي مكان في جسمنا، في البالمر سيرفيس اوف ذا هاند اند بلانتر سيرفيس اوف فوت، تمام كده. نفس الكلام عشان نتكلم عن الميكروسكوبيك ستراكشر هنقول هو الافرنت نيرف فايبر بيحصل له ايه؟ زي ما احنا شايفين الافرنت نيرف فايبر اللي هو عليه مايلين شيث، when it forms this receptor it will lose its myelin sheath and Schwann cell و expanding، يحصل له expansion يكبر كده ويعمل ديسك، يعمل ديسك لايك ستراكشر. هذا الديسك لايك ستراكشر بنسميه تاكتايل منيسكس، تمام كده. طيب this disc like structure will end around certain type of epidermal cell اللي اسمها الميركلز cell، عشان كده سمينا الريسبتور دي ميركلز تاكتايل ديسك. احنا خدنا السكين وعرفنا ان من السيلز الموجوده في الابيدرمس في البيزال لاير خلايا اسمها الميركل cell، فادي الاكسباندد ديسك will end in relation to this ميركل cell. طيب الريسبتورز دي ايه الفانكشن بتاعتها؟ نفس الكلام it is ميكانو ريسبتور respond to the mechanical forces، اي حركه او كده او movement هي هتحس بيها، تمام كده. احنا خلصنا اول نوع من الريسبتورز اللي هي الكابسوليتد ريسبتور. then we come to the non capsulated او encapsulated receptors. هنا هنلاحظ بقى انه بدا يظهر connective tissue كبسول surrounding this type of receptor. طيب هو جاي منين الكونكتيف تيشو كبسول ده؟ هذا الكبسول كونكتيف تيشو كبسول زي ما انا رسمه كده او ماشي عليه هنا بالبوينتر، ديس كونكتيف تيشو كبسول اهو، ماله موجود فين او جاي منين؟ جاي من الاندونيوريوم اوف ذا سبلاينج نيرف. ادي النيرف اهو زي ما احنا شايفين، وادي الاكسون بتاعه والمايلين شيث والشوان سيل، بيبقى حوالين من النيرف فايبر ده في اندونيوريوم.
طيب الاندونيوريوم هو ده اللي going to extend and form the connective tissue capsule. طب هنبدأ بأول نوع من الانكابسوليتد ريسبتورز اللي هي الباسينيان كورباسلز أو الباسينيان ريسبتورز. موجودة فين؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده it is present فين؟ ادي الباسينيان اهي موجودة فين؟ في الديرمس of the skin. مش موجودة بس في الديرمس، لا هنلاقيها كمان في بعض الانترنال اورجانز زي مثلا موجودة في البنكرياس، موجودة فين؟ موجودة في اليورينري بلادر، ممكن نلاقيها كمان في البري اوسيوم. طيب بوصف نفس الكلام الميكروسكوبيك ستراكشر اوف ذيس كورباسل. As you see this corpuscle is ovoid in shape. مالها؟ يعني ايه ovoid in shape؟ بيضاوية الشكل. تمام كده؟ طيب ولارج. وضعها ايه او اتكونت ازاي الباسينيال كورباسلز دي؟ ايه اللي حصل للنيرف when it enters within the receptor؟ ادي النيرف اهو داخل جوه الريسبتورز. The nerve will lose its myelin sheath. تمام كده؟ And also its neurolemmate sheath after the first node of Ranvier. Inside the corpuscle زي ما احنا شايفين ادي النيرف اهو داخل بيه المايلين شيث وداخل بيه الشوان سيل. And it enter inside the corpuscle. Within the corpuscle it loses its myelin sheath after the first node of Ranvier. هيفقد المايلين شيث وهيفقد الشوان سيل اللي حوالين منه inside the corpuscle. تمام؟ وبعدين حصل ايه للاكسون؟ الاكسون will extend axially. هيمشي جوه الريسبتور وي اند باي نوب لايك او كلاب لايك ايه كلاب لايك اندنج. طيب ايه اللي حوالين من الاكسون ده؟ ايه اللايرز اللي حوالين الاكسون؟ الكونسنتريك لايرز اللي احنا شايفينها. ذيس كونسنتريك لاير هي عباره عن الحقيقه موديفايد شوان سيلز، يعني الشوان سيل حصل لها موديفيكيشن اند سراوند ذا اكسون ان ا كونسنتريك لاير، في طبقات كده دائريه. فالمنظر ده يفكرنا بشكل مين؟ شكل البصله اونيون ابييرنس. الكونسنتريك لاير اوف ذا شوان سيل اراوند ذا اكسون جيفز ذيس تايب اوف كورباسلز اونيون ابييرنس. تمام كده؟ طيب الفانكشن بتاعت الريسبتورز دي ايه؟ زي ما احنا خدنا من شويه كده قلنا كل نوع من الريسبتور بيستجيب لسيرتن تايب اوف سنسيشن. This type of receptor بتستجيب لايه؟ بتستجيب للديب بريشر اند تو ذا فايبريشن سنسيشن. هنا الدكتور ماسك فايبريشن فورك او فايبريشن فورك وبيحطها على السكين اوف ذيس بيشنت. طيب مين اللي هيحس الفايبريشن او الديب بريشر سنسيشن دي؟ This type of receptor اللي هي الباسينيان كورباسل. Again ده cut section في الباسينيان كورباسل زي ما احنا قلنا onion like appearance concentric layer of modified Schwann cells in the center of this كورباسل هنلاقي الاكسون وزي ما اتفقنا اللي حوالين منها this is the concentric layers of the modified Schwann cells. طيب the second type of the encapsulated receptor is Meissner corpuscles. زي ما احنا متفقين الميزنر كورباسل هقول السايت بتاعها فين، انا متعوده كده دايما اي نوع من الريسبتور مكانها فين بالظبط. هنلاقي ان الميزنر كورباسل لا it is present فين؟ مش زي الباسينيان، الباسينيان لو انت خدت بالك موجوده فين؟ في الديرمس deep in the dermis. لكن الميزنر بتبقى موجوده جوه حاجه اسمها dermal papillae زي elevation كده من الديرمس within the epidermis اسمها dermal papillae خدناها في في السكين. خلاص ده المكان اللي تتواجد فيه الباسين الميزنر كورباسلز. طيب الشكل بتاعها برضو عامل ازاي؟ اوفال ان شيب وزي ما اتفقنا حوالين منها كونكتيف تيشو كبسول. طيب الافرنت نيرف فايبر حصل له ايه جوه الكورباسل او ايه المايكروسكوبيك ستراكشر؟ ادي الافرنت نيرف فايبر ات ويل انتر وذين ذا بيز اوف ذا كورباسل. هيدخل البيز اوف ذا اوف ذا كورباسل اند وات هابند to this axon. نفس الكلام برضو the axon will loses its Schwann cell and myelin sheath covering and it will run in a spiral course بطريقة كده zigzag line within the A within the corpuscles. طيب احنا متفقين ان دايما في مبرانة في modified Schwann cells. ادي modified Schwann cells اللي هو الارو الاحمر عليها this is the modified Schwann cell. لكن Schwann cell في الحقيقة هنا arranged transversely to the long axis of the A of the corpuscle. خلاص يبقى ده الميكروسكوبيك ستراكشر اوف ذا مايزنر كورباسلز. طيب زي ما احنا شايفين هي نوع السنسيشن اللي هي بتحسها ايه؟ بتحس حاجه اسمها تو بوينت تاكتايل ديسكريميشن. يمكن الكلام ده هيتاخد في الفسيولوجي اكتر اللي هو ability to sense these يعني points as two points
ان انا اقدر ان انا احس ان انا يعني في two points touching my skin، فده بنقول عليه two point tactile discrimination او نقول عليه الفاين touch. تمام، مين اللي بتحس التايب اوف سنسيشن ده؟ هي الميزنر كورباسلز. Again, this is cut section في السكين. This is the epidermis and this is the dermis. اللي احنا شايفينه ده this is the dermal papillae. كل البروجكشنز دي dermal papillae. نشاور لي جواها على ايه؟ على ميزنر كورباسلز اوفال ان شيب. تمام؟ واللي احنا شايفينه هنا عمل له ماجنيفيكيشن اكبر. This is the transversely arranged modified Schwann cells. Nerve fiber run in a spiral course in between this modified Schwann cell. And this type of receptor surrounded by a capsule. يبقى دي مين؟ دي الميزنر كورباسلز. طيب. Other type of encapsulated receptor حاجة اسمها رافيني كورباسلز. طب أين توجد الرافيني كورباسلز؟ نبص عليها كده، موجودة برضو في الديرمس اوف ذا سكين. موجودة برضو في الديرمس اوف ذا سكين، في البلانتر سيرفيس اوف يور فيت اند ذا بالمر سيرفيس اوف يور هاند. أما نبص على الشكل بتاعها اللي هي عاملة ازاي؟ فيوزي فورم ان شيب، يعني اللي هي انها ثيك ان ذا سنتر اند ات از ثين ان ذا بريفري، فإت از فيوزي فورم ان شيب. تمام؟ طيب الكور بتاعها من جوه، الكونتنت بتاعها من جوه عباره عن ايه؟ لا، هنا الكونتنت من جوه كولاجينس فايبرز، يعني السنتر بتاعها من جوه ما هواش بقى موديفايد شوان سيل زي ما خدنا قبل كده، لكن السنتر لا عباره عن كولاجينس فايبرز. تمام كده؟ طيب النيرف برضو حصل له ايه؟ ايه التغيرات اللي حصلت فيه؟ زي ما احنا شايفين this is the axon، وحوالين من الاكسون في مايلين شيث، نفس الكلام the nerve loses its Schwann cell and myelin sheath and enter inside the كورباسل، وبيدخل جوه يعمل ايه؟ يعمل زي اربورايزيشن، يعمل زي شجره، والشجره دي او ذيس تيرمينال يعني برانشز او ذيس برانشز ويل هاف ا تيرمينال اندز. التيرمينال اندز اللي احنا شايفينها المدوره دي، ذيس تيرمينال اندز ويل ران ان بتوين ذي كولاجينس فايبرز. ده الميكروسكوبيك ستراكشر بتاع الرافيني كورباسلز. طيب ايه الفانكشن بتاع this type برضو of receptor؟ It is also a type of ميكانو receptor، بتستجيب لأي نوع من التاتش أو أي نوع من ال displacement of your skin. طيب ايه ال other types of capsulated receptors؟ حاجة اسمها Krauss and bulb، نفس الكلام موجودة فين؟ موجودة برضو في أماكن معينة، زي مثلا أكتر حاجة في ال external جينيتاليا، بتبقى موجودة بكثرة في الاكسترنال جينيتاليا، وموجودة كمان في الميوكس من برين زي مثلا في الكونجنكتايفا، موجودة في التانج في الماوث، عشان كده حتى بيسموها ميوكو كوتينيوس ريسبتورز. تمام، as regard the microscopic structure of Krauss in the bulb، هنلاقي ان هي ليها كبسول thin connective tissue كبسول. تمام، وبعدين هنلاقي انه الكور بتاعها بقى من جوه هنا السنتر بتاعها عباره عن كولاجينس ماتيريال، يعني ماده جيلاتينيه او ماده سوري ماده جيلاتينيه، مش كولاجين فايبر زي الكراوز ان ذا بالب، لا جيلاتينس كور. المايلينيتد نيرف loses its myelin sheath before it enter the corpuscle and within the corpuscle هيدخل النيرف فايبر وهيعمل لنا زي شبكه اللي احنا شايفينها اهو، هيعمل زي نتورك inside the corpuscle. برضو this type of receptor are زي ما اتفقنا انها also a type of ميكانو receptor responding to any displacement of the surrounding tissue، نقول عليها ميكانو receptors. طيب again احنا عملنا كده summarization او عايزين نعمل summarization لل different types of receptors in your body. الريسبتور زي ما اتفقنا ممكن تبقى كابسوليتد ونون كابسوليتد، زي ما احنا شايفين this is the free nerve ending there is no connective tissue capsule، مفيش اي كبسول حوالين منها. again the nerve will enter loses its myelin sheath and neurolemmal sheath and ends by terminal arborization in between the epidermal cell، ونهايته هتبقى عباره عن حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها bulb like ending، نهايات او نتوءات زي السويلنج. تاني نوع من النون كابسوليتد اللي هي مين؟ اللي هي الميركل ديسك، عرفت منين انها ميركل؟ ادي النيرف اهو. become او forms disc like expansion in relation to ميركل cells. تمام، ايه كمان من النون كابسوليتد؟ ادي اللي هو الريسبتور اللي بتنتهي in relation to a hair follicle، دي مين؟ دي البلكسس اوف بوني. نيجي نشوف الكابسوليتد ريسبتور، this is bacinian، عرفت منين انها بتبقى rounded وفي concentric layers من الشوان موديفايد شوان سيل.
طيب دي مين دي؟ This is the Meissner. عرفت منين؟ دي موجودة جوه الديرمال بابيلي. We nerve loses its myelin and neurolemmal sheath inside or before entering the corpuscle. We nerve نفسه بيعمل zigzag like appearance within the corpuscle. وبعدين دي مين؟ This is the Krause and bulb receptors. طيب عايزين نعمل بقى مقارنة ما بين two types of encapsulated receptors اللي احنا قلنا هنركز عليهم ولازم نبقى عارفينهم كويس جدا وهنشوفهم حتى في العملي، هنشوف صور ليهم، اللي هي المايزنر والباسينيا. عايز اعمل comparison ما بينهم هما الاثنين. هعمل comparison ازاي؟ اول حاجة من حيث السايت او الديستريبيوشن، كل واحدة موجودة فين. من حيث الديستريبيوشن لو انت بصيت على الصورة كده، المايزنر كورباسل موجودة في السكين، موجودة اكتر في السكين of the lips fingers في الاكسترنال جينيتاليا. لكن لو بصينا على الباسينيا، لو انت خدت بالك او انت فاكر، هي موجوده في السكين ولكن كمان موجوده في inner organs زي مثلا البنكرياس، زي مثلا اليورينال بلادر. في باسينيال كورباسلز مش موجوده بيهم، يعني مش قاصره على السكين فقط. تمام. تاني حاجه من حيث السايت، يعني جوه الاورجن ده هتبقى موجوده ازاي. لو اتكلمت عن مايزنر، اتفقنا ان المايزنر دايما بتبقى موجوده جوه حاجه اسمها ديرمال بابيلي. فإت إز بريزنت إن ذا ديرمال بابيلي أند إتس لونج أكسس إز بربنديكولار تو ذا سيرفيس. اللونج أكس بتاع البابيلي دي أو بتاع الكورباسل بربنديكولار على السيرفيس. تمام. لكن الباسينيان موجودة فين؟ زي ما أنت شايف في الصورة كده، ديب إن ذا ديرمس. طيب أز ريجارد السايز، مين فيهم أكبر من التانية؟ لا والله، المايزنر إز سمولر، لكن الباسينيان كورباسل بتبقى لارج. نكمل الكومباريزون في الميكروسكوبيك ستراكشر اوف باسينيان اند مايزنر. اجين كل واحد الميكروسكوبيك ستراكشر بتاعه قصدي بيه هو النيرف فايبر بيحصل له ايه، والموديفايد شوان سيل وضعها ايه. النيرف فايبر في حاله المايزنر كورباسل ات ويل لوز اتس مايلين شيث بيفور ات انتر ذا كورباسل، زي ما احنا شايفين كده اهو، النيرف ويل لوز المايلين والنيورو لما شيث قبل ما يدخل الكورباسل. تمام. وبعدين هيحصل له ايه؟ الاندنج بتاعته will pass in a zigzag course within the corpuscle. لكن لو احنا بصينا على الباسينيان، لا، هنلاقي ان النيرف نفسه enter the corpuscle and after the first node of Ranvier within the corpuscle it will loses its myelin sheath and Schwann cell. We end by bulb or club like ending. تمام؟ طيب الموديفايد شوان سيل وضعها ايه؟ بتبقى عامله كونسنتريك لايرز اراوند ايه؟ اراوند الاكسون. لكن لو بصينا على المايزنر، لا، هنلاقي ان الموديفايد شوان سيلز اهي عامله ايه؟ بتبقى ارينجد ترانسفيرسلي تو ذا لونج اكس اوف ذا ايه؟ اوف ذا كورباسل. لو جيت اتكلمت على السبكابسولار سبيس في حاله المايزنر، هنلاقي في سبيس او ان بتوين ذا كورباسل اند ذا كبسول، هنلاقي ان ذير از نو سبيس. لكن في حالة الباسينيان كورباسل، لا، there is a subcapsular space between the capsule and the content of the corpuscle. ايه وظيفة المايزنر؟ زي ما اتفقنا، مسؤولة عن two point discrimination، اميز ما بين two points يعني placed on my skin. وظيفة الباسينيان ايه؟ قصة الفايبريشن، بتستجيب للفايبريشن و a deep pressure sensation. Again هنقرا السؤال ده مع بعض. One of the following is not a character of Meissner corpuscle. مش من الكاركترز او الديسكريبشن بتاع المايزنر كورباسل. It is encapsulated nerve ending. لا، ده فعلا المايزنر كابسوليتد، فإت إز كابسوليتد نيرف اندنج، ده يمشي معانا. طيب present in the dermal papillae، فعلا الكلام ده مظبوط. لما خدنا المايزنر كورباسل وادي الديرمال papillae، قلنا ان المايزنر كورباسل located within the dermal papillae، يبقى الكلام ده يمشي. طيب the Schwann cells are arranged in two cores. الكلام ده في الحقيقه مش قاصر او مش خاص بالمايزنر كورباسل، الكلام ده خاص بالباسينيان. طب ايه فكره الكورز؟ يبقى ده خاص بالباسينيان كورباسلز. طيب عايزين نفتكرها كده او نرسمها مع بعض. This is the axon، قلنا حوالين منه concentric layer of modified Schwann cells. بيجوا في حاله الباسينيان، قالوا انه الشوان سيلز اللي هي near the center هنقول عليها الانر كور،
والشوان سيلز at the periphery اللي هي قريبة من الكبسول أكتر هنقول عليهم this is the outer core، وبالتالي بيقسم الشوان سيلز into two cores inner core and outer core. الكلام ده خاص بمين؟ في الباسين يعني. يبقى فعلا ممكن نقول ان الإجابة انه the Schwann cells are arranged in two cores it is not a character of Meissner لكن it is a character of Pacinian. تعالوا كده نبص على آخر option the nerve fibers run spirally between the Schwann cells. فعلا اللي باللون الأزرق this is the nerve fiber it enter within the corpuscle and then it pass in a spiral course بطريقة spiral جوه الكورباسل ما بين الموديفايد Schwann cells اللي احنا قلنا قبل كده انها transversely oriented. يبقى برضو ما ينفعش نختار الاوبشن دي لان دي فعلا كاركتر للميزنر corpuscles. السؤال ده عبارة عن matching between the type of receptor and its structure الميكروسكوبيك structure بتاعها. السؤال ده كده بيلخص الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة. هنبدأ أول حاجة بالfree nerve endings. زي ما اتفقنا الfree nerve endings ادي الابيدرمس اهو وادي الدرمس. قلنا الfree nerve ending enter and in between the epidermis the nerve fiber will branch and end by small knobs. Small knobs dots كده أو swelling صغيرة. يبقى ده الديسكريبشن بتاع الفري نيرف اندنج. فتعالوا نشوف كده هنختار إيه من الأوبشن دي. هل نقدر نقول إن هو ديسك لايك اندنج؟ لأ. طب small knobs يبقى فعلا نمبر 1 إجابتها هتبقى B. طب تعالوا نشوف السؤال التاني بيتكلم على البلكسس أوف بوني. البلكسس أوف بوني نفتكر إن دي كانت عبارة عن ريسبتورز خاصة ب فين around الهير فوليكلز. يبقى دي خاصة بالهير فوليكلز. يبقى أي حاجة ليها علاقة بالريسبتورز اللي around الهير فوليكل هفتكر مين على طول البلكسس اوف بونين. فهل هي ending by small disc like؟ لأ. طب small knobs؟ لأ ده خاص بالfree nerve ending. طيب end around connective tissue of the hair follicles يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. يبقى number 2 هتبقى إجابتها C. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف الاوبشن او الريسبتور اللي بعد كده اللي هي مين؟ الميركل ريسبتورز. ميركل ريسبتورز لو انتوا كنتوا فاكرين موجوده فين؟ موجوده في السكين، خاصه بالسكين. حصل ايه؟ This is the free nerve ending او this is the nerve ending it loses its myelin and neurolemmal sheath and then it will end by formation of a club او ممكن نقول disc like structure. This disc-like structure can be maintained in relation to certain type of epidermal cell كان اسمها الميركل cell. الستركتشر ده كده على بعضه كله كنا بنسميه ميركل ريسبتورز. تمام؟ يبقى هنشوف كده الميركل ريسبتورز تمشي مع ايه؟ هل فعلا it has a disc-like ending؟ اه فعلا حقيقي النيرف بيعمل disc-like ending اهي which end in relation to ميركل cell. يبقى number 3 هتبقى هي دي اجابة ماشية مع number 8. طيب تعالوا نشوف الميزنر ريسبتورز. ايه اللي بقى لنا من الاوبشنز؟ The afferent fiber terminate axially by forming a club-like termination. نفتكر كده مين اللي الريسبتور كان النيرف فيها بيمشي axial؟ لو كنتوا فاكرين لما خدنا الباسينيان كورباسل قلنا النيرف enter inside the corpuscle and after the first node of Ranvier it will loses its myelin and neurolemmal sheath. And then it will pass axially بيمشي straight كده وبينتهي by club-like termination أو ending. فاللي كان بيمشي فيها النيرف axial يبقى ديسيس كانت مين؟ بيمشي الكلام ده مع مين؟ مع الباسينيان ما يمشيش مع الميزنر. يبقى بالتالي الديسكريبشن ده خاص بنمبر 5 اللي هي مين؟ الباسينيان كورباسل. تعالوا نشوف آخر ديسكريبشن خاص بمين؟ بالميزنر أو نقرأ آخر أوبشن موجود. The afferent fiber run spirally between the flattened Schwann cells. تاني نرجع نرسم الرسمة بتاعت الميزنر ودخلنا النيرف فايبر جوه after loses its myelin sheath and neurolemmal sheath. The nerve will pass in a spiral course in between the flattened Schwann cells اللي هي كانت arranged transverse to the long axis of the receptors أو of the corpuscle. يبقى الاوبشن بتاعنا اللي هنختاره للباسينيان كورباسل هي مين؟ هي انه الافرنت باس او الفايبر باس ان سبايرال كورس بتوين دي شوان سيلز. ثانك يو وان شاء الله نكمل الاذر تايبز اوف ريسبتورز في المحاضره القادمه وشكرا لكم.